أنا كنت أبحث عن تخصص التمريض وحصلته في كلية التقنية، يعني المتطلبات كانت جدا سهلة بالنسبة لي، وإن شاء الله أن الأمور بتكون متسهلة علي وبدخل التخصص بإذن الله. أنا جيت بهدف معين أن أبا أشوف تخصص القانون، وشفت المتطلبات اللي يحتاجها على أساس أني ما أتشتت، أن خلاص أعرف شو الهدف اللي أنا أبا. كنت أبحث عن كلية العلوم الصحية تخصص التمريض، ووجدت في كلية التقنية العليا. أنا تخصصي اللي بدخله إن شاء الله عن البزنس، وياي هنا أدور عن جامعات خارج دولة اللي بصير بعثة في كذا دولة، منها أمريكا وبريطانيا وأستراليا. أنا أميل للطب وال يعني علوم الصحية وهالأشياء، ففي وايد جامعات فادوني بال يعني إمسات والأشياء اللي أحتاجها حسب إن ألتحق بالجامعات هاي. حضور كبير من الطلاب في معرض نجاح التعليمي في أبوظبي في دورته 16 لاستكشاف الخيارات المتوافرة في مجال التعليم العالي، سواء في الجامعات الخارجية أو المحلية. المعرض يشهد مشاركة واسعة من الجامعات الإماراتية لتقديم النصائح حول خيارات التعليم العالي ومساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم في المرحلة الجامعية ومسيرتهم المهنية مستقبلا، عبر تسليط الضوء على أحدث برامجها التعليمية في مجال البكالوريوس والتعليم العالي. شاركتنا اليوم هنا لاستقطاب الطلبة من فئة الثانوية العامة، نعرض اليوم 37 تخصص تقدم كليات التقنية العليا بأفرعها المختلفة في كافة الإمارات في الدولة. احنا موجودين اليوم هنا عشان نوضح للطلبة عن التخصصات اللي موجودة عندنا في جامعة زايد. عندنا حوالي تقريبا 16 تخصص، تواجدنا اليوم هنا عشان نوضح للطلبة كل التخصصات اللي عندنا مع النظام الجديد اللي وفرناه في جامعة زايد. عندنا 48 تخصص في برامج البكالوريوس، وايضا عندنا 36 تخصص في الماجستير او اكثر، و25 تخصص في برامج الدكتوراه. الحمد لله جامعه الامارات هي جامعه وطنيه شامله، قدرت انها توفر لابنائنا الطلبه وللسوق المحلي مختلف التخصصات اللي هي تلبي احتياجات المؤسسات الحكوميه والخاصه. أهمية كبيرة يلعبها معرض نجاح أبوظبي، ودور حيوي لكونه منصة معرفية عالمية تقدم لشباب الإمارات فرصة للإطلاع على كل ما هو جديد في مسارات التعليم الحديث ومنظومة مهن المستقبل ووظائف الغد. معرض نجاح أبوظبي 2022، ومن خلال تعريف الراغبين في تكملة تعليمهم في جميع الدرجات الأكاديمية، يرسم المستقبل المشرق للطلبة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، سالم بن ربيع، أبوظبي.